وبعدين في نص المسرحية بيحصل انه الاب بيجيله فرصة معينة يبقى يتولى يعني منصب معين، فبيحاول ان هو يساعد بناته ان هم يساعدوه في ده، لان بناته بشخصيتهم دي عامله له مشاكل، فممكن ما يقدرش يحقق الفرصه دي بسبب بناته، فبيساعده في ده استاذ ياسر التوبجي. استاذ ياسر طبعا عامل بقى شخصيه صريخ يعني ضحك، بس يعني عامل شخصيه قرنفل دكتور، وبس بنبتدي بقى ان احنا هو بيحاول يدخل لكل واحده فينا من خلال عالمها ومن خلال شخصيتها، يقرب من كل واحده فينا فبيفشل، فبنبتدي بعد كده خلاص ان احنا خلاص احنا هنساعدك يا بابا وكده وبتاع، وبنتغير فعلا، بس بنتغير يعني بنفضل زي كل واحده بشخصيتها بس الجانب الايجابي من شخصيتها بس. بس الاشاعات ما زالت تطول من عرفة، مره خطوبه مره جواز مره خلفه. وصلت للخلفه، انت بتقابلي الاشاعات ازاي؟ ما بقابلهاش. مش عارفه والله، بص مش عارفه الناس بتفكر ازاي اصلا، يعني مش عارفه هل ده مثلا شكل واحده مخلفه؟ اكيد لا. وبعدين انا اكيد لو انا مخطوبه او لو انا اتجوزت او لو خلفت اكيد يعني اكيد الناس هتبقى عارفه يعني، او اكيد انا هقول لانه حاجه زي كده اكيد هبقى فرحانه بيها، فاكيد هشارك الناس حاجه زي كده، انما اي حاجه الناس بتصدقها فانا بصراحه يعني ما بقتش بقى عندي موضوع ان انا لا لازم اطلع ارد واعمل، لانه فتى احلامي لا ما فيش مواصفات معينه، لانه يعني الواحد لما بيحب حد بيشوفه مناسب، حتى لو هو مش الشكل اللي انا مثلا بحبه عامه، الصفات اللي انا عامه بحبها، بس خلاص انا لسه انا حبيته هحبه بكل حاجه يعني، مش خلاص يعني.